قبل ما أبدأ معكم في هذا الفيديو، بس أبغى أقول لكم ليش أنا سويت هذا الفيديو. أنا صراحة ما كنت مخططة إني أسويه، لكن اليوم قررت أسويه بعد ما تكلمت مع واحدة من صديقاتي. كنا نسولف وفجأة قالت لي أنا مرة حظي شين، أنا حظي معفن، وصراحة خلاص أنا تعبت ومدري إيش. هنا تذكرت إن في شيء جديد الحين طالع أونلاين، يعني في تيك توك وكذا، اسمه متلازمة البنت المحظوظة. وخلوني أشرح لكم شوي عن متلازمة البنت المحظوظة. هي البنت اللي يتسهل لها كل شيء، حتى إذا جابت العيد تتيسر أمورها، تحسونها ما تتعب كثير وكل شيء تبغاه، وحتى اللي ما تبغاه يجيها. وخلونا نكون صريحين، كلنا إذا شفنا بنت زي كذا نقول أوه يا بختها، محظوظة أمورها متيسرة إلى آخره. بس أنا أعرف أن متلازمة البنت المحظوظة أو أي بنت محظوظة أو مفهوم الحظ ما هو إلا برمجة للمخ. إيوة، برمجة مخك أنت. إذا الواحدة تقول لنفسها أنا ما أقدر، ولا مستحيل هذا يصير، ولا أخاف أفشل، أكيد ما راح تجيها الأشياء اللي تتمناها. بعطيكم مثال، خلينا نقول بنت اسمها سارة تحس إن كل الدنيا ضدها، وتلوم كل شيء في حياتها مو بزين أو كل شيء ما حصل لها على الدنيا وعلى الاقتصاد وعلى الحكومة وعلى حظها وعلى ظروفها. حتى أهدافها، إذا صار عندها أهداف، أهدافها محدودة. بدال ما تقول أبغى مثلا وظيفة راتبها 20,000، تيجي تقول أبغى بس 4,000، أبغى 5,000. دائما حاطة حدود لنفسها، واللي تحط حدود لنفسها أقصى شيء بيجيها الحد اللي هي حاطته لنفسها. في المقابل خلينا نقول مثلا عندنا واحدة اسمها نورة. نورة هذه ما تحس ان في شيء يعوقها، تحب تسوي كذا وتسوي كذا، عندها هدف معين تروح تسعى فيه، ما تحقر نفسها، ما تحس انها اقل من المطلوب. نورة منبرمجة نفسها انها هي تستحق. ايوه انا استحق، ايوه انا بدرس هذا التخصص، ايوه انا بروح اتوظف هناك، ليش لا؟ في ناس فعلا كذا تفكيرهم، وهذا التفكير هو اللي صح، لان الاحساس بالاستحقاق وعدم تحطيم النفس هو الاساس انك انت تكون مستعد انك تجذب، مستعد انك تستقبل كل الاشياء اللي تتمناها. وبقول لكم يعني بعض الأشياء اللي ناس مثل نورة يفكرون فيها جوا راسهم. كل شيء أبغاه بيجيني، الكون كله ميسر لخدمتي، ميسر لي، أهدافي سهل أحققها، أنا أجذب الفلوس، أنا أجذب أحلامي، حلم حياتي في الطريق جايني. كذا هي تفكيرها، ومو بس تفكير، تفكيره إيمان. طبعا كثير بيقول هذه ديلوجنال، هذه مصدقة نفسها أو عايشة في عالم الأحلام. لا، دائما الناس المتفائلين، حتى الدين وصانا أن نصير نتفائل بالخير، تفائلوا بالخير تجدوه. يعني أكيد لازم نتفائل، وما نتفائل بأشياء محدودة، لازم أقصى طموحنا لازم نفكر فيه، أقصى شيء، ما تفكر في القليل. أولا أبغاكم تكتبون كل أحلامكم، بس بشرط واحد، اعتبروا أن ما في شيء مستحيل. تبغى 1,000,000 ريال؟ أكتبي 1,000,000. أنا أبغى 1,000,000 ريال، تدرون كم كتبت؟ 3. يعني أكتبوا اللي تبون، سيارة أحلامك، بيت أحلامك، الرجل اللي تبغين، اللي تتمنينه، حطي صورة أحلى واحد في العالم، كيف شخصيته، كيف أسلوبه، إيش تبغين يسوي لك، إيش تبغين يحط، كل شيء أكتبيه. بعدين كل شيء كتبتيه دوري له صورة أونلاين، وجمعي كل صور الأشياء، كل صور أشياء، صور البيت اللي تبينه، صور السيارة، موديلها، لونها، صور حتى شكل جسمك، ايش تبغين تنحفين، جيبي احلى جسم في العالم وحطي صورته. ثالث شيء،
تخيلي إن كل شيء، كل هذه الصور اللي أنت جمعتيها كلها تتحقق لك. الخيال هذا ترى لازم يصير كل يوم طول اليوم، كم مرة في اليوم؟ 6 مرات، 7 مرات، مليون مرة، 3 مرات، مرتين. تخيل أنها عندك. كيف تخيل أنها عندك؟ أنا مثلا كنت مشتهية حلق في محل، طيب قبل ما أشتري ترى لي كم سنة أبغى هذا لأنه شوي غالي. أتخيل نفسي كيف وأنا داخل المحل كذا، أتخيلني داخلة وكشخة شوي وأقول لهم لو سمحتوا إيش عندكم، إيش اللي نازل جديد كذا. شفتوا أحلام اليقظة؟ أحلام اليقظة سووها على أحلامكم وأنتوا اللي كاتبينها ومطلعين عليها صور. قبل النوم، هذه رابع خطوة، قبل النوم وفي الصباح، أو في الصباح وقبل النوم، يعني مرتين في اليوم تكتبين في دفتر تأكيدات، affirmations. أنا ما أعرف شو ترجمتها بس affirmations. affirmations وشي؟ نفس ما نورة تسوي، كل شيء أبغاه بيتحقق لي، مرة بستمتع بسيارتي الجديدة، إذا سافرت للمكان الفلاني، إذا سافرت، لأنك بتسافرين، أنت متأكدة إن شاء الله أنك بتسافرين، إذا سافرت للمكان الفلاني بروح كل الأماكن اللي أبغاها وبشتري كل شيء نفسي فيه وبيكون شكلي حلو وكذا. يعني أكتبي 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 كل الأشياء بس بطريقة إيجابية وبطريقة أن أنت أوريدي بتحصلين عليها. وأبغى اللي تطبق هذه الأشياء تكتب لي في الكومنتس، وروحوا شوفوا الفلوج لأني أنا أوريدي بديت فمتحمسة أشوف نتائجي ونتائجكم. وبس لحد يقول نفسه أنا مو محظوظة ولا مو محظوظة، أنتي بس تقدرين تحققين كل شيء بس إذا غيرتي طريقة تفكيرك وشعور الاستحقاق عندك أو شعور أنك تستاهلين وثقتك في نفسك أني أنا أستاهل كل شيء أبغاه. ليش لا؟ ليش لا؟ ليش ما يجيني كذا؟ ليش ما يصير لي كذا إلا بيصير لي؟ ومن جد والله مع التوكل على الله والدعاء والعمل طبعا والحوار الداخلي اللي في نفسك أنه دائما يصير إيجابي، صدقوني صدقوني أنا مجربة، بتحقق لكم كل أحلامكم. وإذا عجبكم هذا الفيديو بليز سووا سبسكرايب ولايك وقولوا لي في الكومنتس هل تبغون فيديوهات زي كذا. هذا الفيديو جاء بالصدفة لأني شفت صديقتي سلبية تتكلم عن نفسها بطريقة مو حلوة، لكن إذا تحبون هذه الأشياء قولوا لي في الكومنتس لأني أنا أحب هذه المواضيع لكن ما أعرف هل أنتم تحبونها أو لا، فبليز علموني إيش رأيكم وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الثاني.